تحديات مستمرة في هذه الانطلاقات الجميلة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا السن الجميل في هذا السن الأصغر، وهذه البراعم أيضا مع سن الطفولة في هذا العالم الساحر. نسير بصدارة هذا الشوط وهو شوط خاص بالبكار، نتابع البداية والمقدمة. أرهني أيضا شعار محمد بن عبد الله بن زعل ينطلق بهذا الاندفاع الجميل، ننطلق مع المركز الثاني، وأرى الشاهينية لعلي بن خليفة بن رشيد مع المركز الثاني ثالثا من الجانب الآخر. من الجانب الآخر أرى القدوم في هذه اللحظات لمرمرة سعيد بن نصيب الاكتبي في متابعة وانطلاقة مرمرة مع المركز الثالث ورابع. التحديات الشاهينية لعلي بخليفة بن رشيد، ننطلق مع المركز الخامس كي أرى التسلل والانطلاق أيضا للشاهينية علي بخليفة بن رشيد متابعا ومنطلقا في هذا التحدي الجميل. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، وأرى هني الشاهينية من تفرض وجودها بكل قوة على مقدمة هذا الشوط. شعار علي بخليفة بن رشيد، ولكن من الجانب الآخر أرى هناك مرمرة السعيد بن نصيب الاكتبي. من يتابع انطلاقة مرمرة والقدوم والتحدي، للشاهينية علي بخليفة بن رشيد. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز. تنطلق الشاهينية، تباعد المسافة في اللحظات الأخيرة، علي بخليفة بن رشيد من يتابع انطلاقة الشاهينية. ولكن أرى هني مرمرة مع المركز الثاني لسعيد بن نصيب الاكتبي. اللحظات الأخيرة، التحدي الأخير، يا سلام يا سلام يا سلام. الشاهينية تهانينا لعلي بخليفة بن رشيد على فوز الشاهينية بالمركز الأول. لحظات الوصول للمركز الثاني لسعيد بن نصيب الاكتبي، المركز الثالث تصل فيه مشاهدين محمد بن عبد الله بن زعل، والبقية بين حيل الأعضاء خط النهاية. نعود بالتهنية لعلي بن خليفة بن رشيد على فوز الشاهينية بالمركز الأول. دقيقتين 17 ثانية.